دونك المعطيات العام بحول المشروع دونك مصدر التمويل والاهداف ديالو. هذا المشروع كيدخل في اطار اتفاقيه الشراكه من اجل تحسين وتدعيم المواجهه البحريه على واحد الطول ديال 226 متر طولي لما لا يخص البحر. اليوم كانت مناسبة بحضور السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل تقديم مشروع تحسين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بمدينة أسفي. هذا المشروع اللي كيدخل في إطار اتفاقية الشراكة من أجل تحسين وتدعيم الواجهة البحرية على طول 226 متر طولي لمعلمة قصر البحر، وكذا ترميم وتجهيز هذه المعلمة التاريخية. هذا الكلفة التقديرية ديال هذا المشروع هي 139 مليون ديال الدرهم موزعة على شقين. الشق الأول يتعلق بالتحسين وتدعيم واللي كتبلغ الكلفة التقديرية ديالو 110 ديال مليون ديال الدرهم، في حين أشغال الترميم والتجهيز كتبلغ الكلفة التقديرية ديالها 29 مليون ديال الدرهم. بالنسبة للشق الأول اللي كيتعلق بالتدعيم والتحسين ديال الواجهة البحرية، جوج ديال الشركاء اللي كيمولوا هذا المشروع هي وزارة التجهيز والماء بقيمة 80 مليون ديال الدرهم، ووزارة الداخلية بمساهمة كتبلغ 30 مليون ديال الدرهم. الدراسات التقنية ديال هذا المشروع ديال التدعيم والتحسين هي في مراحلها النهائية، وكتبقى المرحلة السادسة المتبقية هي تحضير ملفات طلب العروض اللي كينكب عليها المكتب الدراسة. بخصوص الحلول التقنية اللي انبثقت على الدراسة، كاين جوج ديال الحلول. إن جاء أول حل هو إنشاء حاجز بمكعبات خرسانية مخددة، وكذا الحل الثاني هو معالجة موضعية للكهوف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.